نرجع تاني للنصايح، الحاجات اللي في ايديك ان احنا تعمليها بكل سهوله. اشربي ميه، كلي اكل متوازن، كلي اكل خضار، فيتامينات نعوضها لو انا عندي مشكله في الفيتامينات، اروح اعمل تحليل دم اشوف نسبه الفيتامينات والمعادن عندي اخبارها ايه، اشوف نسبه الهيموجلوبين او الحديد في الدم اخبارها ايه، لان ساعات الحلول بتبقى سهله جدا بس احنا عشان مش عارفين ايه السبب مش عارفين نحل. تمام. وزي ما قلنا شرب الميه مهم جدا للبشره والشعر. وبعد كده هبتدي بقى ايه اشوف ايه المناسب كمان. لا انا عايزه مثلا عندي مناسبه، انا عندي حاجه مستعجله مش هقدر استنى ان انا اخد وقت في العلاج، فببتدي ادور على المناسب زي ما احنا قلنا، وبيساعدنا الدكتور بتاعي في ان هو يختار معايا المناسب بناء على طبيعه بشرتي. تاني حاجه في موضوع عوامل النمو ده ان هي بتبقى نتيجتها بتبان سريعه، يعني مثلا من بعد يومين ثلاثه من الحقن او من الديرماتين او من الجولد ستامب او الحاجات اللي احنا لسه كنا شارحينها بتبتدي تبان النتيجه، بتبتدي تبان درجه التفتيح، بتبتدي تبان لو انا عامله نضاره بيبتدي يبان النضاره. وخلينا نقول ان النضاره مهمه جدا لان بتبقى انعكاس للحاله الصحيه وانعكاس للحاله النفسيه وانعكاس لطبقات الجلد اخبارها ايه وانتاج الكولاجين اخباره ايه. وزي ما احنا قلنا العامل النفسي بيبقى مهم جدا وازاي انا شايف نفسي كويس. في حاجه كمان برضو احنا ممكن نعملها، حاجه اسمها الليزر الكربوني او الليزر بصفه عامه. في ليزر كربوني وفي حاجه اسمها فراكشنال ليزر، في فرق ما بينهم. الليزر الكربوني احنا بنحط الاول ماسك بيبقى فحم. انا في الجلسه دي باخد كل المميزات اللي بيعملها الليزر من غير ما اتعرض مباشر للاشعه بتاعه الليزر، فبالتالي انا بعمل الجلسه وما ببقاش مضطر اقعد في البيت، انا بعمل الجلسه وباخد النتيجه بتاعه الليزر، انا بعمل الجلسه وبحس نضاره وبحس تفتيح وبحس ان الحبوب او اثار الحبوب او المسام قلت. كل ده طبعا زي ما احنا لسه كنا بنقول ان احنا ممكن نتابعه بالمحلل البشره او السكين انالايزر بيبين لك القطر بتاع المسام اخبارها ايه ووصلت قد ايه. كل الحاجات دي بتبقى مؤشر كويس قوي ان احنا ماشيين صح وماشيين كويس. طيب الليزر الكربوني انا ممكن استخدمه امتى؟ انا ممكن استخدمه لو انا عندي اثار حب شباب، ممكن استخدمه نضاره، ممكن استخدمه تفتيح. وزي ما قلنا الميزه اللي فيه ان احنا بيخليني اعرف اعمل الجلسه واعرف اخرج، اعرف اروح الشغل، اعرف اجيب ولادي من الدروس من التمرينات، مفيش ريستريكشنز واحتياطات قويه اقدر يعني هتخليني ان انا اقعد في البيت او هتعطلني. في نفس الوقت انا باخد كل المزايا بتاعه التعرض لاشعه الليزر من غير ما يبقى مباشر، عكس الفراكشنال ليزر شويه. الفراكشنال ليزر وفي ناس بتحب ده وناس بتحب ده. الفراكشنال ليزر التعرض للاشعه مباشر، فبالتالي انا في احتياطات قويه جدا لازم اخدها بعد الجلسه. لو احنا في ايام صيف انا مش هينفع اتعرض للشمس بعد الجلسه على طول، لازم بعدها بشويه السان بلوك ده يبقى معايا على طول، لازم احافظ على النتيجه اللي انا وصلت لها. بمناسبه السان بلوك او واقي الشمس يا جماعه، في دلوقتي كمان سان بلوك للشعر، ده بيتحط قبل نزول حمامات السباحه او البحر علشان بيعمل طبقه عازله حوالين الشعرايه بيحميها من اشعه الشمس وبيحميها من الكلور وبيحميها من العوامل الخارجيه اللي ممكن تاثر عليها. فده برضو حاجه جديده بقالها، يعني مش جديده قوي هي بقالها فتره بس يعني ممكن في ناس كتير مش عارفينها، بس بتعمل درجه حمايه عاليه على الشعرايه. خلينا نرجع تاني لموضوع النانو وايت او عوامل النمو. بيفضل تتعمل بالديرما بين، في منها انواع تنفع تتحقن وفي منها انواع بتتعمل بالديرما بين والديرما رولر. دي بتكون احسن شويه لان الجزيئيات بتاعتها بتكون تقيله، فانها تتحقن بتاخد وقت شويه في انها تصرف من الوش او كده. فاحنا بنتكلم في الحاجات العمليه اللي هتجيب لنا نتيجه وفي نفس الوقت مش هتعطلني عن ان انا امارس حياتي اليوميه او ان انا ابقى واخده احتياطات زياده عن اللزوم. وفي نفس الوقت يعني الناس اللي بتخاف من الحقن ومش بتحب الحقن تبقى في الوش وكده تبقى مطمنه ان هي بتعمل حاجه خفيفه وحاجه سريعه وحاجه بتجيب نتيجه بسرعه زي ما احنا شايفين دلوقتي كده على الشاشه. دي الديرما بين، بص السنون صغيره خالص. دي كمان حاجه اسمها ديرما جن، زي البندقيه كده عامله زي المسدس، بيتحط جواها المحلول،
وبيبقى فيه ليزر خفيف كده النور اللي كان موجود واحنا بنشتغل برضو عشان تنشيط الكولاجين، وبيبقى الشكشكة خفيفة خالص تفتيح المسام ونبتدي نعرض البشرة للمادة اللي احنا بنحطها. التأثير بيبان على طول بعد الجلسة، يعني في صورة آخر الفيديو بين فرق بسيط بين قبل الجلسة وبعد الجلسة. في خلال يومين بقى كمان لما بيبتدي الكولاجين يشتغل بيبتدي يعمل نتيجة أحسن من كده.